علي بن عياد انا كنت معجبه به في الحقيقه في صغري، خاطر انا صغيره وقتها، صغيره ما شفتوش ما تعرفتش عليه الحقيقه، ولكن من خلال اعماله طبعا والتاريخ اللي خلاه للمسرح التونسي والاشعاع اللي حققه المسرح التونسي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي كذلك، لانه قراءته للجو داكتور، قراءته في الاخراج، قراءته يعني انا نجم نقول اليوم انه المرحوم علي بن عياد ادخل المسرح التونسي في الحداثه، انا هذا رايي. كذلك تنوع التجربة نتاعو، هو تعرض للمسرح الكلاسيكي وقت اللي قدم كاليجولا مثلا، ولكن تعرض زادة للمسرح الشعبي وقت اللي عمل لنا المارشال دونك، وكان عنده مشاركات بالطبيعة من خلال ترجمات لأعمال شكسبير وكانت مهمة، ومشاركاته زادة في السينما مهمة على المستوى الدولي. تعرف في فرنسا انطلاقا من 52 كان يمثل وكانوا يعيطوا له في أفلام كبيرة، معناتها المرحوم علي بن عياد خلى صورة كبيرة ومدرسة، علي بن عياد مدرسة، وكثير من القامات اللي اليوم نعتبروهم وهما بالفعل هكا فنانين كبار في المسرح التونسي، مثل منى نور الدين، مثل سي محمد كوكا، مثل وهما موجودين، هما نفس الشيء يعني عندهم اكيد يستحقوا اكثر من هذا. واذا الفنان لا يموت، لانه من خلال انتاجه، من خلال ثراء تجربته، اليوم نحتفيه به ونحتفيه في نفس الوقت في الدورة 29 متاع مسرح علي بن عياد بقامة دولية وعالمية. أنا نعتبر كذلك أنه عنا قامة دولية وعالمية اللي هي علي بن عياد مع شكسبير، معناتها نحطهم بالنسبة لي في نفس الخامة. كل المناطق تنتظر لفتة، ولكن هي أكثر من لفتة. رو أنت تعرف أنه وزارة الثقافة راهي تدعم كثير الكثير، مئات إذا كان كل المهرجانات تدعمهم، الجمعيات كذلك، وكل مجهود احنا وراه، كل مجهود حقيقي وكل مجهود صادق وكل مجهود من شأنه انه زاد يشجع الشباب. وانا نحب نقول كلمة هوني، انه ملفت نظري في بالاعتماد على البرمجة، لقيت انه المهم هو تشريك الشباب. اليوم الشباب تلقاه في الفضاء العام، ما تلقاش فقط تظاهرات في فضاءات مغلقة، وهذا مهم جدا، لأن الثقافة هي تعاش بالشراكة، يعني تعاش هي تبادل. فنفتح الثقافة ونفتح المجال الإبداعي للمواطنين، للناس اللي موجودين معناتها في الساحات العامة، هذا مهم جدا.